أتواصل ويتواصل هذا التجوال، لكن هذه المرة للساحرة المستديرة ومعشوقة ومجنونة الجماهير، هي مجنونة بكل حق وحقيقة، أتفاعل معها دائما. إلى الرياضة، وهذه فقرة رياضة أسعد جدا أن ينضم إلي فيها ضيفي الكريم الأستاذ الياقوت مصطفى الصحفي الرياضي المعروف. أهلا بك، ونحن سعيدين جدا بك في صباح الشروق. مرحبا بك أستاذ حسام حيدر، التحية لك والتحية لمشاهدي قناة الشروق على امتداد السودان وخارج السودان، ونأمل أن نقدم ما يفيد المشاهد. الساحة الرياضية يمكن تكون ملانة ما شاء الله بكثير جدا من الأحداث. الناس طلعت من كأس العالم ودخلت في مجموعة كبيرة جدا من البطولات، المشهد مليان، الحماس أكيد مليان، والجماهير مستمتعة. إذا ما كانت الإمكانية في المشاهدة الآن، المتابعة والحضور للناس اللي هي مترقبة، الحدث يمكن الأقرب الآن للقلب والناس المتابعة، لأنه في يعني يمكن تكون صفوة الأندية القارية في كل القارات، كأس العالم للأندية اللي بيجينا بطعم ورائحة إفريقية تماما من حيث الاستضافة. طبعا الأندية العربية استطاعت أن تقدم مباريات كبيرة، حتى الوداد اللي خرج ما قصر يمكن من خلال المباراة اللي ظهر من خلالها، لكن كانت ركلات الجزاء للبطل السعودي الهلال السعودي أو الزعيم كما يحلو لعشاقه. الأهلي المصري استطاع أيضا أن يتخطى ويصل إلى المربع الذهبي، ظهور كبير جدا للأندية العربية وظهور قوي جدا. بالتأكيد أستاذ حسام حيدر، كأس العالم للأندية الذي يعني يقام هذه الأيام بالمغرب حقيقة فرصة كبيرة للمتعة وللمشاهدة وللفرجة يعني على مستوى العالم. حقيقة الأندية العربية، الوداد بطل إفريقيا، والأهلي القاهري فريق القرن، او هو طبعا يعني ما صاحب مشاركات هاي صاحب مشاركات كبيره جدا جدا، قدم مستويات كبيره جدا جدا. الهلال السعودي امام الوداد بالتاكيد قدم مباراه كبيره جدا جدا، وبضربات الترجيح ابتسمت للهلال السعودي الزعيم كما يحلو، وحقيقه الهلال السعودي استحق الفوز يعني والوصول لنصف النهائي. بالتاكيد الاهلي المصري ايضا صاحب مشاركات متعددة في بطولة كأس العالم للأندية، استطاع أن يقصي أوكلاند سيتي في المباراة الأولى بثلاث أهداف، وفي المباراة الثانية استطاع أن يهزم سياتل الأمريكي بهدف وحيد أحرزه مجدي أفشا، وهو لاعب متمكن جدا جدا وصاحب سجل حافل في البطولات الأفريقية، وممكن يكون الأهلي القاهري يعني بضم لاعبين مميزين جدا أمثال محمد الشريف ومحمد طاهر وأفشا. حقيقة نحن على موعد للقاء كبير جدا جدا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، ريال مدريد والأهلي القاهري، دي هتكون مباراة كبيرة جدا جدا. وبالمناسبة أستاذ حسام، الأهلي القاهري سبق أن قابل ريال مدريد في العام 2001 في مباراة ودية في القاهرة، وفاز الأهلي القاهري على بهدف سانداي النيجيري في زمن مضى يعني. نعم، وريال مدريد في مباراة ودية حافل بالنجوم الأسماء الكبيرة، كان حافل بالنجوم الكبار يعني، كان زين الدين زيدان تم تسجيله في نفس الموسم 2001، لويس فيغو أيضا فبالتأكيد المباراة طبعا ديك مباراة ودية، لكن اليوم طبعا يوم الأربعاء القادم هي مباراة يعني في كأس العالم للأندية، مباراة كبيرة ومباراة يعني تستحق المشاهدة والفرجة. جميل. طيب ريال مدريد المتراجع في الأيام الأخيرة، يمكن بالأمس في الدوري الإسباني خسر الريال، ثم انتصرت البرشا في مباراة لي وسعت الفارق لثمان نقاط. ريال مدريد الذي يقدم مستوى ليس هو ريال مدريد، يعني ليس هو المستوى الذي يمكن أن يؤهله لهذه البطولة. الأهلي المصري الذي يقدم مستويات متميزة كما ذكرت، تخطى سياتل الأمريكي، تخطى أوكلاند سيتي. هذه المباراة يعني حظوظ الفريقين بعيدا عن الأسماء، بعيدا عن إذا عايزين نتكلم عن روح الفنية، الناس الأهلي حيقول لك والله روح الفنية الحمراء، وريال مدريد حيتكلم عن شخصية البطل. حظوظ الفريقين من واقع متابعتك ومن واقع المستويات الأخيرة. صحيح أستاذ حسام، ريال مدريد يعني تراجع مستواه بشكل يعني ملحوظ، وفي إصابات يعني تعرض عدد مقدر من نجوم ريال مدريد لإصابات، ويمكن الفترة الأخيرة شهدت عودة ألابا، وأخيرا كريم بنزيما يغيب برضو لإصابة، لكن إصابة طفيفة
إصابة كريم بنزيما هي ليست إصابة كبيرة تبعد بين الملاعب، لكن ريال مدريد تعرض يعني عدد مغتر من النجوم تعرضوا إلى إصابات، فالفريق في تراجع مستمر، يعني المستوى الفني ما مطمئن. لكن بالتأكيد عندما ريال مدريد عندما في المباريات المواعيد الكبيرة يعود ريال مدريد ويسهر. بالأمس خسر من ريال مايوركا بهدف وحيد سجله طبعا ناتشو، يعني حتى نسبة الاستحواذ كانت لريال مدريد 70% ولفريق مايوركا 30%. في النهاية النجاعة الهجومية، ولكن في النهاية النجاعة الهجومية بخطأ، يعني بخطأ قاتل لناتشو خسر ريال مدريد وتوسع الفارق إلى 8 نقاط. بالتأكيد ريال مدريد سيعود، يعني لن يكون ريال مدريد الذي شاهدناه أمام مايوركا بالأمس، سوف نشاهد ريال مدريد أمام الأهلي بشكل مختلف. ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا معروف أنه تسهر شخصية ريال مدريد دائما في المواعيد الكبيرة، لذلك يعني الأهلي القاهري أمام تحدي كبير، أمام فريق كبير بطل أوروبا. الأهلي أمام تحدي، لكن الأهلي حظوظه بالتأكيد حظوظه يعني موجودة، ولكن حظوظه ضعيفة. موجودة بس ضعيفة. أي موجودة لكن ضعيفة. بالنسبة لفارق فنية كبيرة جدا، التاريخ كله مع ريال مدريد، النجومية الكبيرة، شخصية بطل أوروبا يعني موجودة يعني. جميل. لكن هي كرة القدم طبعا كل شيء وارد فيها، يعني يمكن للأهلي أن يحدث مفاجأة يعني. جميل. راقصو السامبا فلامينغو البرازيلي في مباراة أيضا ستكون على صفيح ساخن، ستكون قوية جدا كما يترقبها الجميع، مع البطل الآسيوي السعودي الزعيم الهلال. الكل طبعا يتابع هذه المباراة، الأمنيات والقلب مع الهلال، لكن مباراة صعبة يعني ستكون. فعلا الهلال السعودي فريق كبير وفريق مميز، ومعظم نجوم الهلال السعودي يلعبون في المنتخب السعودي الأول. المنتخب السعودي طبعا في كاس العالم ظهر في مباراة الأولى أمام الأرجنتين بشخصية قوية جدا جدا، واحدث يعني مفاجأة مدوية جدا جدا، يمكن دي ساعة الثانية الأرجنتين لاحقا تفوز بكاس العالم. الهلال السعودي دائما مشاركاته برضه مشاركات قوية ومؤثرة يعني. والهلال السعودي ضم نجوم على مستوى عالي، يعني سالم الدوسري نجوم على مستوى، وصالح الشهري صالح الشهري أنا أقصد. والمباراة برضو فلامينغو طبعا فريق كبير وفريق طبعاً مميز، والكرة طبعا في كرة متطورة في البرازيل إلى حد كبير جدا جدا، والمباراة دي حتكون صعبة جدا جدا للفريقين، يعني خصوصا الفريقين متغابرة 50-50 يعني. ما ظلمت فلامينغو شوية؟ ما ظلمت يميل القلب والهوى للهلال السعودي يعني. يمكن أن تحدث المفاجأة، نشاهد يعني الكل يترقب، ممكن مواجهة هي ممكن تأخذ طابع الثأر لأنها تكررت في العام السابق بين الهلال السعودي والأهلي المصري. الآن الجميع يترقب، الأقرب للخيارات إنها ممكن تكون على تحديد المراكز الثالث والرابع، لكن ممكن نشاهد مواجهة في النهاية بين الأهلي المصري والهلال السعودي، واللقب يكون عربي. والله أنا استبعد، يعني استبعد إنه يتقابلوا الأهلي المصري والهلال السعودي، من الصعب يعني في النهاية. في النهاية من الصعب، ما أنا بقول لك ما مستحيل، لكن من الصعب، صعب جدا نشاهد الهلال السعودي و يلا نشوفه على تحديد المراكز. لا تحديد المراكز والله الأمنيات، لكن الأمنيات نتمنى أن الكرة العربية تتطور، أن الكرة العربية تتطور وتتقدم أكثر، دي طبعا أمنيات وكذا. وفي شغل يعني هم في مصر في شغل في تأسيس، وفي السعودية برضو في شغل في تأسيس للرياضة بشكل جيد جدا جدا، يعني بيستخدموا أفضل المدربين ويستخدموا أفضل المحترفين في الدوريات الأوروبية، ويلعبوا في الدوري السعودي وفي حتى في الدوري المصري في أفضل العناصر الإفريقية وأفضل العناصر العربية. لكن بالتأكيد في فوارق فنية كبيرة، لازم يعني نحن محتاجين لوقت كبير جدا جدا عشان ما نقدر نواجه الكرة الأوروبية والكرة البرازيلية. نحتاج إلى وقت ولعب متواصل. والله يكون في عوننا في السودان. الله يكون في عوننا. لا السودان ده قصة طويلة. اللي هو حنفتح ملفه الآن. قصة طويلة. ممكن عينا الكرة السودانية نادي القمة الهلال والمريخ بيكثفوا من الاستعدادات على مستويات مختلفة وعلى نظرات إدارية مختلفة. طبعا خلاص اقترب جدا واقتربت مواجهات دوري الأبطال، كل فريق عارف مجموعته، كل فريق عارف مبارياته، وكل فريق بحاول انه يتأهب ويستعيد بالصورة اللي بيشوفها مناسبة. نبدأ من المريخ إذا أحبب. المريخ سافر للقاهرة لأداء معسكر إعدادي، معسكر تحضيري يعينه
خوض مباريات مجموعة صعبة جدا، فيها أندية كبيرة ومعروفة وتاريخية وأندية عندها بطولات، كيف تقرأ معسكر المريخ؟ والله معسكر المريخ أنا تابعت معسكر المريخ في القاهرة حتى من القنوات، حتى القنوات المصرية كانت بتتابع معسكر المريخ وبتجيب الأخبار أول بأول. معسكر جيد لحد كبير جدا جدا. صحيح إنه الناس تحدثت عن المباريات الإعدادية إنه كانت المباراة ما حققت يعني النتائج اللي فيها كانت مخيبة للآمال، لكن المباراة الإعدادية طبعا زي ما بنتظر منها نتيجة بقدر ما بنتظر الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، خاصة إنه المريخ يعني كسب توقيع 4 لاعبين محترفين برازيليين في صفقة واحدة، ودل بيحتاجوا لوقت يلعبوا مع بعض عشان يعني ينضموا للمنظومة السابقة يعني المحترفين، خاصة المحترفين البرازيليين، خاصة لأن البرازيليين في اللعب في ما عندهم خبرة كبيرة في اللعب في البطولة الأفريقية. اللاعبين البرازيليين نحن دائما نستفيد من المحترفين اللي بنستخدمهم من شمال أفريقيا وغرب أفريقيا، هم ديل الأفضل، لكن دي كانت الرؤية كده إنه استخدام لاعبين برازيليين للمريخ، ونحن نتمنى إنه التوفيق يعني. حتى المدرب أشاد باللاعب البرازيلي إيليكس وهو قال بيقدم مستويات مشرفة وهو براهن عليه ريكاردو. ريكاردو مدرب برازيلي معروف صاحب خبرة في الغارة الأفريقية ويعرف الأندية الأفريقية ويعرف حتى المنافسين جيدا. ريكاردو مدرب كبير ومدرب محترم يعني أكيد حيوصل لتوليفة مناسبة ويختار العناصر المناسبة لمباراة الترجي، هي طبعا أول مباراة مباراة الترجي في راديس، هي مباراة صعبة بكل بالتأكيد، مباراة صعبة شديد للمريخ لأنه ملعب راديس مرة صعب، والترجي فريق كبير فريق بطولات فريق بطل لهذه نعم من المريخ يعني يخرج بنتيجة إيجابية على الأقل التعادل. طيب ذكرت أنه والكل يعرف أنه المريخ متجه للمدرسة البرازيلية وكسب توقيع عدد من المحترفين البرازيليين، رأيك في تسجيلات المريخ الأخيرة؟ والله التسجيلات نحن دائماً في السودان عندنا مشكلة في استخدام المحترفين في تسجيلات المحترفين بالتحديد، بتكون في مشكلة، بيقوم بيقول لك هل تمت برؤية فنية ولا ما تمت برؤية فنية، هل في لجنة فنية اختارت اللاعبين ديل، هل المدرب ذاته أو يعني شاهد اللاعبين ديل يعني هو سجلهم شخصيا يتحمل المسؤولية يعني. وطبعا بالتأكيد يفترض أن المدير الفني هو اللي يسجل اللاعبين أو يكون شاهدهم قبل موسم كامل يعني، يكون شاهدهم مع أنديتهم وهم بيلعبوا، يكون في رصد لمستويات هؤلاء اللاعبين مع أنديتهم. نحن كان عندنا مشكلة كبيرة في السودان في استخدام المحترفين، يعني نستخدم محترفين بالكوم ونطلق سراحهم بعد نهاية الموسم ويكون موسم يعني يكون الموسم انتهى يعني. نعم. بعد ذاك نخش في مشاكل ثانية كمان، مطالبات مالية للمحترفين ديل مشتكوك في الاتحاد الدولي لكرة القدم ومشاكل كثيرة جدا جدا. نعمل انه نتخطى المحطة بتاعت انه نستخدم محترفين دون مستوى الوطنيين، يعني احيانا نحن نكون في مدرب في لاعب محترف يكون قاعد احتياطي للاعب الوطني. نعم جميل. نتجه مباشره الى من المارد الاحمر الى المارد الازرق، نادي الهلال، معسكر وانتدابات ورؤيه مختلفه في التسجيلات وتحضيرات ايضا مع انديه ممكن تكون معروفه. نادي سيمبا بالامس كانت مباراه الهلال اللي خرجت بالتعادل بعد ان تقدم الهلال، و عاد سيمبا يمكن في أرضه وأمام جمهوره في اللحظات الأخيرة، ومن قبله مباراة عزام. الهلال في هذه التحضيرات ظهر بمستوى، بعض الأسماء ظهرت بمستوى، لكن الرك في النهاية على مباراة صن داونز اللي ينتظر الهلال وجمهوره. طبعا الهلال في مجلس قيادة بمجلس الصوبات والعليقي باشمهندس العليقي نائب الرئيس، هم عندهم مشروع للمستقبل. عندما تم التعاقد مع المدرب فلوران الكنغولي ده كان يعني هو هيتولى المشروع بتاع المستقبل، مشروع مستقبل الهلال. بدا استخدم محترفين، عدد مغتر من المحترفين، في محترفين طبعا غادروا نعم، ولكن كل المسؤوليه تقع كامل المسؤوليه تقع على فلوران، هو طبعا تولى ملف المحترفين بالكامل وسجل لاعبين على مستوى عالي. التسجيلات الاخيره تمت، يمكن اللافت فيها التسجيل عثمان ضيوف هو قلب الدفاع منتخب السنغال الفائز ببطولة المحليين التي استضافتها الجزائر مؤخرا يعني قبل أيام بسيطة جدا جدا. صحيح صحيح. واستخدم لاعب أيضا يلعب في المنتخب الغاني، المنتخب الغاني أيضا شارك ووصل المربع الذهبي في بطولة المحليين. يعني دي خطوة موفقة، لأول مرة يتم استخدام لاعب ممكن يكون قبل كده فيه تجارب. ممكن الهلال قبل كده استخدم جودوين واستخدم يوسف محمد وقدم يوسف محمد للمنتخب النيجيري. نعم.
اما هذا اسيا حصل العكس من السنغال، نحن جبنا لاعب من منتخب السنغال بتاع المحلي الفائز بالبطوله حاليا، ودي خطوه موفقه جدا جدا، ودي بيدل على انه الجهاز الفني عنده رؤيه فنيه فعلا عشان يكمل مشروع المستقبل يعني. والفوز بالبطولات استاذ حسام ما بيجي يعني بعشوائيه، انما يجي بتخطيط سليم، بانه الامور الفنيه دي يتولاها الجهاز الفني بالكامل دون تدخلات اداريه اطلاقا يعني، ودي مشكلتنا يعني. ونتمنى انه المشروع الهلال يكتمل يعني، حتى لو الهلال ما حقق مثلا، نحن نتمنى انه يحقق نتائج ايجابيه ومشرفه جدا جدا يعني، طموحاتنا كبيره جدا جدا، لكن ما بنقول طموحاتنا دي طوال اليوم تتحقق. طالما الاداره اطلقت كلمه مشروع، فعلى الجمهور الصبر. وعلينا نحن انه نحاول الدعم كاعلامي صراع. استاذ الياقوت مصطفى، انا شاكر لك جدا تشريفك لنا وحضورك اليوم في صباح الشروق، وهذا الحديث والسرد الرياضي ما بين المحلي والعربي الى العالمي. شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا لقناه الشروق، شكرا لكل المشاهدين، وشكرا لك استاذ حسام حيدر ولكل الاستاف العامل، شكرا للاستاذ زبير سعيد. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، بفقره الرياضه نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة الصباحية الجديدة من صباح الشروق. أنا مرة أخرى سعيد جدا بهذه العودة، وأنا في إجازة بعد سنوات من الغيبة. تقبلوا تحايا فريق العمل لهذا اليوم، أنا إلا ناقل لهذا المجهود الجبار منهم. شكرا لكل الزملاء، شكرا لكم للمتابعة، ومع لحن الختام إن شاء الله نلتقي في مواعيد أخرى. السلام عليكم. العسل فيه الشفا، غط الظلال الوارفة، قلت الحنان والعاطفة، لكن قصرت وانا الوصف، خلوها لي براي برايا وصف، سيبوها خلوها، سيبوها خلوها خلوها. السحر والناس تقيف مترقبة ومتلهفة، تعلن حضور الزابطة في ميعاد ثابت موقفة، خلوها سيبوها خلوها. We'll be right back.
تشوفنا